لكن الذي لم نكن نحسب هو أن هنالك شركات كانت تريد أن تستثمر في قطاع الكهرباء والماء في المغرب. شركات أجنبية. شركات أجنبية ووطنية. ولكن كانت تتخوف لما ترى أن الدولة تبيع هذا بثمن ضعيف وأنه ديون المكتب الوطني للماء والكهرباء تتزايد وسيصير إلى أزمة. فلما رأتنا اتخذنا هذا القرار تشجعت. جاءت شركة يابانية كورية فرنسية واستثمرت في محطتين كهربائيتين 2.6 مليار دولار. سؤال آخر. بناء واش حنا كنزيدوا القدام ولا كنرجعوا للور؟ المنطقة هو خصنا نزيدوا القدام مزيان. كيفاش حكومة عبد الله إبراهيم 59 فكرت في شركة ديال لا سامير اللي كتخزن البترول والتكرير والثمن كينقص؟ كيفاش اليوم احنا في القرن هذا ما عندناش؟ كيفاش الناس كانوا في 59 عندهم عقل استراتيجي وكيفكروا مصلحة الوطن؟ اليوم ولا عندنا ناس كيفكروا يجمعوا الفلوس، رجال أعمال يقودون الحكومة. وعن توجه لك بالسمية، والله ما بيني وبينك على الخير والإحسان، والله ما بيني وبينك السي أخنوش ما عدا الخير والإحسان وبغيرك النجاح قسما بالله إلا بغيك تنجح عندك يحسن بك حنا كان. ولكن كل موضوعي دابا انت رجل أعمال وكتنجح وكتبيع، علاش ما قدرتيش دير لينا شي 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 واخد شي مرفع مثلا فين يتحول الغاز مثلا من سائل البخار وتكريه للدولة؟ ياك انت رجل أعمال علاش ما قدرتيش دير شي شركه ديال استثمار وتنقيب على البترول بحالك بحال الشركات الاخرى؟ علاش ما كتستثمرش فلوسك؟ علاش غير كتجمع؟ علاش ياك انت رجل اعمال؟ انا بغيت نفهمها. علاش 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 انت رجل اعمال ناجح في تجارتك الخاص علاش ما نجحتيش في تدبيرنا؟ اعطيني دابا انت كرئيس حكومه باش عاونتينا البترول. انا كنشري البترول 15 درهم دابا كون كان بن كيران شحال عشر البترول؟ شو الفرق بينك وبين بن كيران؟ شو الفرق بينك وبين العثماني؟ اعطيني الفرق باش نقول هذا ماشي بحال هذا. عيتينا بالهضره والمغرب والحمد لله والمعقول، وانا كنشري البيطول 5 درهم، كنشري خيزو 12 درهم، ما عطيتش 12 درهم. اعطيني الفرق، اين فين كتميز انت على الباقي رؤساء الحكومه الاخرين؟ انت رجل اعمال، شنو امنتي لنا؟ ما امنتيش الغذاء ديالنا؟ هل كان الملك منصرفا عن المملكه في ذلك الوقت الى اشياء اخرى؟ لم يكن منصرفا، لكن كانت تحدث له احيانا يمر ويمر اظن به بأزمات طوافية على نفسه، إما للتفكير وإما للمزيد من الاحتياطات وإما إيه طبيعة الأزمات؟ شغله السؤدري شغله كان كل حال لما يكون عمله عمل يتقيد بالزمان وبالوقت. يعني مثلا تبعت له ملف لا يجيبك عليه في الحين يأخر الجواب، كنا نلقى من هذا يعني كثير بالنسبة. كيف إلى أي مدى كان يؤخر بعض الأحيان؟ تبعت له كتاب يرد عليه بعد 20 يوم أو شهر. معنى ذلك أنه كان ممكن شهر لا يطلع بريده؟ ما كانش عنده كتابة خاصة عنده في داخل القصر. داخل القصر كان ينقطعوا فيه عن أشغال الأخرى، أشغال الدولة، أعمال الدولة. كيف كان يدير المملكة؟ أنا قدرت شي طلب عفو باش دخلتي؟ يا مالي أنا كنت محكوم باش ندير طلب عفو. كان ما يوقع محمد رسول الله ما تدخلك شي جهات؟ أقسم بالله سي عمرو ما كان وما عمرو غادي يكون وما كاينش هاد الهضرة. يعني طلب العفو مالياش درت؟ يعني ما كانش شي مشاكل عندك مع شي لحقاش راجل وقيل الكثير. شوف خلي الهضرة بالعكس أنا كنعطيك فرصة باش الهضرة ديال الزايدة ما عندنا ما نديروا بها. اليوم عندي خبر بأنه وكانت المؤامرات كثيرة على الملك معلومة، وكانت المحاكمات أفترض ذلك وكانت المحاكمات للمتآمرين لا تتوقف. إيه حاشية المقربة للملك هم أولا مستشاروه. من كانوا؟ كانوا أربعة. كان أحمد رضا قدير، كان دريس سلوي مدير الديوان كان برضه، كان أحمد بن سودة، كنت رابعهم أو أولهم السؤالي. لا أنت الآن الملك إذا قرر أن يبعد أحدا من الحاشية الخاصة بيبعده ويقول له لا تأتي ولا بيقول له إيه؟ لا ينادى، لا يأتي أحد إلى هذا المجلس إلا بعد أن ينادى عليه باسمه. كل يوم؟ كل يوم تعالوا مش هو ياخد إذا ما نادش عليك معناه ما غاش تجي، ما تجيش. يعني ممكن يكون قاعدين 50 واحد ينادي على 10 بس والباقي يروح. يمكن ومعنى ان واحد لم ينادي عليه اليوم وبكره وبعد بكره اذا كان معناه انه صرف باي عنه باي يفهم ينادي لا عليه. يشابر احد. كم عدد الحاشيه تقريبا؟ كانوا يكونوا 15 10 20 ما فيهاش اكثر. ايه الامتيازات اللي كانوا بياخذوها؟ لا ولا شيء، تقربوا من الملك
لكن من هم يستغلون وظائفهم ينالهم الأجر الكبير من هذا. كيف؟ إيوا سأحكي لك قصة بسيطة يحكيها الناس عنده. قال لك واحد الملك كان يقرب بعض الناس إليه. لا أنت بتحكي عن ملك؟ لا الملك لا السلطان. ليس قديم. ليس حسن السني. ورثه الملوك المحدثون. طيب. ورث هذا. نعم. وذات يوم خطر بباله أن ينادي يبعث منادي في الأسواق يقول من كانت له قصيدة شعر رائعة في مدح الملك فليتقدم بها إليه والملك سيعطيه الجزاء الأوفى. فدخل واحد دخل الناس وشاركوا فأحدث الجنة استبعدت الكثير من هؤلاء ما يجدسونش المستوى وجدت قصيدة في المستوى. قال له الملك جيبوه لي. قال له الملك أنا قلت نجحت هنيئا نجأت في هذه القصيدة والقصيدة نالت إعجابي وتقديري. قال له فماذا تريد مني؟ أنا قلت أنني أغنيك من حيث لا يغنيك الله فاطلب لي ما تشاء فلك ما تشاء. قال له أنا لا أطلب شيئا سيدي سيدي. وعلى فكرة هم كان العبيد يقولوا سيدي والحاشية الخاصة تقول سيدنا سيدنا للملك الملك وسيدي هذا كلام العبيد لا يمكن أن سيدي أنه والعبيد إذا دخل العبد إذا دخل يخلع نعله والحاشية الخاصة لا. فقال له طب الرجال الحكومة رجال المخزن كانوا ينادوا الملك يقولوا له كان يكون مثلا سيدنا ولا أنا كنت وزير خارجية كنت أحضر مجالس الحاشية الخاصة. كنت تقول للملك سيدنا؟ ثم لا ماشي موضوع الكلام الملك ما عندوش ماشي موضوع المصارحة ولا موضوع المكالمة في الموضوع. لا 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 أنت كيف كنت تخاطب الحسن الثاني؟ كان يقول صاحب الناس كله يقولوا سيدنا. وأنت؟ أنا كنقول سيدنا. طيب سيدنا سيدنا باعتبارك من الحاشية الخاصة؟ لا باعتبار الجميع كيقول هذه رجال الدولة الحاشية الخاصة كمان. ومن معها المغرب كله لما تكلم مع الناس. طب قل لي كمان في حاجة لما تكلم مع أي حد في الشارع يقول له سمعت خطاب جلالة الملك سمعت خطاب سيدنا يقول. طب عندكم حاجة غريبة بالليل بزاف القصبة مرة وإحنا كنشتيو المازوت بخمسة درهم واخ كي اللي يقول لك الأسعار كتبان من هنا شهرين وثلاث شهور عاد تهبط لأن واحد لحظة نشرو بالغلاء. علاش شراو بالغلا؟ لحقاش كاين واحد المافيا ديال ملي كتكون البوادي ديال الحروب تيولي الخلعه والناس كتشري وكتستوكي ما كاين باس. غنطرح لكم سؤال اخر اللي كيزيد يقلقني. علاش اسيدي ما عندناش المخزون ديال البترول في هذا النوع من المحطات والازمات والحروب؟ دابا غدا نضت شي حرب خايبه وما عندناش المخزون شنو الطنوبيلات المغاربيه ما يتحركوش. كيفاش حنا 50 عام ولا 70 عام استقلينا وما عندناش بلاصه كنخزنوا فيها اليوم البترول والغاز الدوله؟ الذي لم يكلفني الملك بذلك ولا أتطوع به. كل الوزراء والناس اللي حوالين الملوك ليس لهم سيرة والرؤساء لا. إلا أن ينقلوا لا. الوشايات عن بعضهم لا. البعض أنا لا أنقل الوشايات لا حتى بين الناس مش طبيعتي هذه مش طبيعتي. لكن إذا تأكد لي وتأكد لي المعنى في دماغي وفهمت أنه يريد من هذا أنه سيقع انقلاب على الملك لكنت أخبرت الملك. هل بدأ أفقير حاقدا على الملك؟ بذلك غريبا لم أسمع منه هذه اللغة قط. يعني الرجل الذي كان يتحدث عن الملك كأنما يتحدث عن الإله المعبود لا يصف بهانه ولا بعيب ولا بنقص ولا بشيء فأصبح يضعه على المشرحة ولكن برفق وبأسلوب مغلف معناها دليل أنه ما قال لي سيكون البلاد محتاج إليك أنك ستكون في كذا أو كذا. لا البلاد محتاجة إلي السؤالي هل ستكون البلاد محتاجة إلي لأذهب معهم لأن One.